بس يا ابوي اعطني اسمك كامل عشان اذا طلبوا من تطبيق شو اسمه ونسني اطلبك بالاسم احمد بن زايد النايف. احمد بن زايد النايف. ونعم ونعم. مالك زوجة طول العمر، وهذه مفتح بيتك. تسلم. وهذه بوسه على راسك. الله يرفع قدرك يا ابوي، الله يرفع قدرك. تم شيء؟ الله يطول عمرك. يا احمد الله يونسك بالعافيه، الله يونسك بالعافيه ويرحم والديك. احمد بن زايد النايف. احمد بن زايد النايف. الله لا يوفقك، انت عار على الشركة. ليالي وانا سهران عشان ننجح وفي النهاية تسود وجهي، خسرت. هذه آخر السعودة. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. انت مالك ومال التطبيق؟ انت مالك ومال التطبيق؟ انت حدك قناة وناسة. انت حدك قناة وناسة. انت شو مسويين ابوي؟ شو مسوي؟ ها؟ ابوي لا حسن عقله. والله ما سويت له شيء، قسم بالله. هو طلب التطبيق قبل اسبوعين وجيت انا وقعدت عنده تعاملت معه مثل ابوي، والله العظيم. مثل ابوك؟ سمعت ايش يقول؟ الحين ابوي كاتب كلام لك باسمي، بيع وشراء. انت ساحر انت؟ سويت له شيء؟ انت فخر للشركه، انت مثال لنجاح الشركه. انت يا احمد دائما اقول لك انت اقوى واحد، انت احسن واحد. ونسني ونسني ونسني.